الحلقة اللي فاتت كان معانا واحد اسمه سيف ولسه موجود في الحلقة وقعد يجيب سيرة النمل وحاجات زي كده، عشان كده جبت له معايا علبة نمل وما نشوف هيعمل ايه. وهنكمل حلقة النهاردة مع سيف، واهلا وسهلا ومن سيربح البونبون. ازيك يا سيف؟ ازيك؟ تأخرت عليك؟ معلش، كنت رحت مشوار لغاية المقطم وجيت. فين يعني؟ جنب بيكو. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اجيب دي. دي ايه دي؟ علبة نمل؟ ايوه، علبة نمل. هتفتحها ليه؟ افتحها وادلقها على الأرض. على طول. افتحها وادلقها على الأرض على طول. طب وليه؟ كده؟ انت بتخاف من النمل؟ انا عايز اموت النمل. ما تخلونيش اسيب عليكم النمل بقى. افتح علبة النمل. اهو. ايه؟ خليها بس، خليها هنا، خليها هنا دلوقتي. في اخر الحلقة هنفتحها. طب اديني علبة النمل. طب سيبها بس في الاخر خالص، هنبقى نفتحها وندلقها انا وانت على الارض. وانا هقعد اموت نملة نملة للصبح. نقعد نموت انا وانت نملة. مستعد؟ نرجع نرجع بقى للمسابقة تاني؟ طيب هفكرك، ما إيه؟ تنساش. ايه؟ احنا عندنا أربع أسئلة وأربع أسئلة وأربع أسئلة. الأسئلة الأولانيين الأربعة لو جاوبنا عليهم كلهم هتاخد موبايل، ودي يبقى دي أول بونبوناية. تاني بونبوناية لو جاوبت على الأربع أسئلة بتوعهم هتاخد فيديو جيم. تالت أربع أسئلة لو جاوبت عليهم تاخد الكمبيوتر. عندك تلات بونبونات يساعدوك. أول حاجة تطلب مساعدة مين؟ هاني. هاني تاني جت معاك النهاردة، ممكن ممكن تساعدك، ممكن تقولي السؤال صعب غيرهولي، وممكن تغني لي أغنية أو تقولي نكتة أو يعني. إيه يعني اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عايز أفتح علبة النمل دي. هنفتحها في الاخر خالص. اتفقنا؟ اتفقنا. احنا تقريبا وصلنا للسؤال رقم اتنين. والسؤال رقم اتنين احنا لسه ما جاوبناش عليه، اللي هو ايه اللي انت بتشربه الصبح؟ ها؟ حاجه بتشربها الصبح؟ لا بص، اول حاجه ان انا بشربها الصبح عصير بالشوكولاته. عصير بالشوكولاتة؟ أيوة. طيب ورانا بشوكولاتة. هو مش عصير بالشوكولاتة، هو حاجة بالشوكولاتة. بيسموه إيه؟ لبن بالشوكولاتة. صح، هو بس من غير شوكولاتة بقى يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى شوكولاتة. شوكولاتة يعني من غير اسم خالص. لأ يعني إحنا بنجيب إيه ونحط عليه الشوكولاتة؟ وبعدين نحط عليها الشوكولاته ونقلب بالكوبايه ونكسرها. لما بنجيب الكوبايه ونحطها بنحط فيها ايه وبعدين نحط عليها شوكولاته؟ بنحط اي كلام. بنحط حاجه بيضة على الشوكولاته لونها ابيض. ايه؟ اي كلام. اي كلام ايه بس؟ حاجه بنشربها الصبح لونها ابيض. لا انا بص هجاوبك على حاجه ثانيه. ايه الشرب ده واللبن وكده؟ الله. طب ما انت قلت اللبن. ما انت قلت اللبن. انت عايز تجاوبني على اي حاجه ثانيه غير اللبن؟ بص هجاوبك على حاجه ثانيه. طب خليني اقول الاول اجابه صح. نشوف بقى السؤال اللي بعده، جاهز يطلع لا فيه لبن ولا فيه شوكولاته، جاهز يطلع فيه نمل. خلينا نبص. ماشي، السؤال رقم ثلاثة. حاجة بناخدها في حصة الحساب. أنا ما أعرفش أنت في المدرسة ولا في كي جي 2 ولا في كي جي 1 ولا في سنة كام؟ في كي جي 1. في كي جي 1 بتاخد حاجة في الحصة بتاعة الحساب. الأفوكادو. الإيه؟ الأفوكادو. لا
انا هقول لك كذا حاجه وانت تختار منهم حاجه. بتاخد ايه في حصه الحساب؟ جدول الحصص ولا جدول الضرب ولا البركه ولا الفسحه؟ ان انا الجري واخر حاجه ان انا بلعب. اخر حاجه بتلعب ده في الفسحه؟ ايوه. لا انا اقصد في حصه الحساب. شايف في حته مقفوله شايفها؟ دي اللي هعدل فيها الرقم. رقم ايه؟ الرقم ان انا بلعب. هتشوف بلعب دي. ادي واحد بلعب اي حاجه، وادي واحد بلعب اي كلام، وواحد بتشعب، وواحد بتنطط، وواحد بتنطط على السرير، والتاني بلخص الاكل، والتاني بحط ايدي في الاكل، والتاني بموت النمل، والتاني بفتح علبة النمل، والتاني اقعد على الكرسي واكسره. حلو، انا معاك للاخر. اهو واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، الحاجات دي كلها هو ده الحساب. اديني علبة النمل. هديها لك في الاخر خالص. انت بص اسال اي حاجه وانا اقولها لك. انت بتسال غلط ازاي بقى؟ ما انا بسالك وانت مش عارف ترد. اسال هاني. اسال هاني. يا هاني. هاني اي في حصه الحساب في المدرسه بناخد جدول الحصص ولا جدول الضرب ولا البركه ولا الفسحه؟ بناخد جدول الضرب، بس هو بيعرف الانجليش. طيب بناخد جدول الضرب. مظبوط. جدول الضرب بالانجليش يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت يعني انت ضربت ليه؟ عارف ليه؟ انا اسف انا اسف انا اسف، انا داخل على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 4. تعرف في حاجة بندافع بيها عن بلدنا؟ إيه؟ ها؟ تعرف تعرف البوليس؟ اعرف. طيب تعرف الإسعاف؟ تعرف المطافي؟ اللي هي بتطفي الحريقة. تعرف الجيش؟ طب احنا بندافع عن البلد بالبوليس ولا بالإسعاف ولا بالمطافي ولا بالجيش؟ بالجيش. بالجيش صح. انت كده معاك اول بونبونايه كسبتها، بونبونايه الموبايل. انت كده معاك موبايل تكمل. السؤال رقم 5. انت عارف ان المسلمين بيصلوا في الجامع صح؟ طب المسيحيين بيصلوا فين؟ في المعبد ولا في المعمل ولا في الكنيسه ولا في المسجد؟ فكر. طب هات اقول لك حاجه حصلت في مره. الكوره كنت بلعبها. انت بتتوه. انت كنت بلعب. انت بتتوه. كنت بلعب بزلطايه وبشوط الزلطايه تروح تضيع، وبعدين نجيب زلطايه تانيه وبعدين نشوطها وبعدين تضيع. طيب اغير لك السؤال. اغير لك اجيب لك سؤال تاني اسهل شويه. طيب انا عايز اقول لك الاجابه بتاعت السؤال ده الصحيحه، مفروض ان المسلمين بيصلوا في الجامع والمسيحيين بيصلوا في الكنيسه. تمام؟ ماشي. هنغير سؤال بدل السؤال الخامس ده ونشوف هيطلع ايه. تعرف اسماعيل ياسين؟ عارفه؟ في فيلم من افلام اسماعيل ياسين اشترى حاجه، بيقول لك اشتراها اسماعيل ياسين في فيلم العتبه الخضراء. الفيلم ده اسمه العتبه الخضراء. هو اشترى ايه بقى في الفيلم؟ الترماي ولا العتبه جزاز ولا العتبه ولا العتبه الخضراء؟ العتبه الخضراء. بالظبط كده، اشترى العتبه الخضراء. ومنتهى السهوله يعني. خش على السؤال اللي بعديه قبل ما تحكي اي حاجه. ايه؟ السؤال رقم 6. طلع لك مثل. مثل بيقول ديل الكلب ما يتعدل ولو علقوا فيه قط ولا غالب ولا حالب ولا قالب.
ديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قط ولا غالب ولا حالب ولا قالب؟ غالب. طيب انت ممكن تعدي من السؤال ده ونسيبك منه يعني لو قلت لي نكته، بس نكته ما تبقاش بايخه كلنا نضحك عليها وما لهاش علاقه بالنمل، ده الشرط. قول لي نكته. نكته. لا قولي قولي نكتة أضحك عليها. إيه؟ ها؟ قولي نكتة أضحك عليها. نكتة. أنت بس؟ لا يعني أنت هتقولها لي مباشرة ليا أنا بس؟ لا أنا أضحك عليها وكل الناس تضحك عليها. أنا قلت نكتة. لا أنا عايز تقولي نكتة اللي هي بتبتدي كان في مرة وتكمل. اي نكته؟ نكت اللي هي زي مره واحد جه يقعد على قهوه وقعد على شاي، والنكت دي ازاي يعني؟ ممكن الكوبايه تقع تقع ولا الفنجان ولا ممكن اي حاجه تتكسر لو واحد رماها، وبعدين لو واحد قاعد صح على قهوه وبعدين طبخ حاجه غلط تروح سايحه بسرعه، يجي تاني كلها اللي هي سايحه ومحروقه. طيب تعرف تغني؟ حلو قوي. نغني حاجه. تغني ايه بقى؟ تغني ايه يا سيف؟ تغني ايه يا سيف؟ تغني ايه؟ النمل جميل. النمل ده تغني ايه؟ النمل ده. لا انا سمعت كلمه نمل. مفيش ده حد قال كده. ده حد قال كده وهو معدي. معلش معلش انت قلت. طيب أنا قلت. أنا شفتك أنت بتقول. تغني إيه؟ أنا هقول بسرعة مش هقول لك. قول بسرعة. ها يلا. أنا عندي عرصة بس. في ناموسة جوه التيشيرت بتقرصني. قول نملة بقى. ناموسة إيه؟ أنا سمعت كلمة نمل. أنا قلت. أنت قلت. أنا عارف إن أنت قلت. لو انت قلت مره كمان يبقى ايه؟ يبقى انا هخليك تفتح العلبه دي. طب مش هقول خالص، بس دلوقتي انت اخر حاجه كسبتها الموبايل. هتقول اغنيه ولا لا؟ هقول. قول. ماما زمان جايه بعد شويه، جايبه لعب وحاجات، جايبه معاها شنطه فيها وظبط بتقول كواك وكواك. طب واشمعنى الشنطة اللي شايلاها ماما فيها وزة وبط؟ لا ما فيهاش، ما فيهاش وزة ولا بطة. امال فيها ايه؟ فيها علبة نمل. أخيراً افتح العلبة دي، أنا خليتها لسه ما خلصناش. لا أنا برضه عشان قلت تاني أنا قلت نمل يبقى افتح لي العلبة دي. لا أنت حكمت عليا أنا. أنا عايز أشوف النمل. أنت قلت لي لو أنا اللي قلت نمل هتفتحها، مش لو أنت اللي قلت. كده أنت يعني كده أنت عديت السؤال رقم 6 ونخش على السؤال اللي بعديه رقم 7. سيف، عارف الناس اللي بترسم هنا كده على بيرسموا كده بطريقة معينة؟ بيبقى فيه على ايديهم رسم كده. فانا عايزك تقول لي اسمه ايه؟ اسمه الوشم ولا العشم ولا الكسب ولا البسم؟ بسم. نو. ايه يعني؟ اسمه ايه؟ قولها قبل الموسيقى اللي انت سامعها دي ما تخلص، لان الموسيقى اللي انت سامعها دي لو خلصت يبقى انت كسبت بونبونايه واحده بس اللي هي الموبايل. لا انا عايز كمبيوتر. طب ما انت مش عايز. ما انا عندي، هيبقى عندي 2 كمبيوتر. انا عندي كمبيوتر. وعايز الكمبيوتر عشان يبقى عندك 2 كمبيوتر؟
طب خد الموبايل، يبقى عندك موبايل وكمبيوتر. يبقى اخد موبايل بقى. ها؟ خلاص يبقى اخد موبايل. خلاص يلا ناخد الموبايل. خلاص نسقف بقى لسيف، وسيف هياخد الموبايل. افتحها بقى. مش قصادي، مش قصادي. نعم؟ مش قصادي. مش قصادك؟ اه. ادلوها حياتي. طب تعالى بس الأول ننزل تحت، تعالى ننزل تحت، انزل عشان ننام. اقف بقى كده. اقف كده، كده، اقف كده. كده عشان لما نفتحها. وريني نعمل بقى. ثانية واحدة. أنا عارف إن أنا زمان هدوس كده. حاسب حاسب. نشوفكم بعد الفاصل. طبعا احنا ابتدينا الحلقه من اولها على طول دخلنا على سيف، ما قلناش سؤال السرعه، فعشان كده ما تعرفناش بالاطفال اللي معانا النهارده، وهنتعرف تاني. هنقول من الاول خالص معانا رحمه. ومعانا دنا. ومعانا كمان احمد. وشهد. واخيرا اميرة. هسأل السؤال المعتاد ونفكر فيه ونحاول نرد عليه بسرعة جدا. معايا؟ ركزين؟ سؤال السرعة. شخصيات من الكرتون. شخصيات من الكرتون. تبقى توم وجيري ولا بصل أنجيري ولا كريم وشيري ولا فطيم وبيري؟ مين؟ مين الشخصيتين اللي أنا أقصدهم؟ ها؟ توم وجيري؟ توم وجيري بالظبط. اتفضلي. عرفت تقعدي؟ لا. استنى. اوبا. رحمة ازيك؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كويسة. مستعدة رحمة؟ اه. افكرك؟ افكرك ان احنا عندنا اربع اسئلة، لو جاوبناهم تكسبي موبايل، لو جاوبنا الاربعة اللي بعديهم تكسبي فيديو جيم، لو جاوبنا الاربعة اللي بعد اللي بعديهم دول ناخد كمبيوتر. اتفقنا؟ عندنا ثلاث بونبونيات. اول واحده ممكن ماما تساعدك في سؤال انت ما تعرفهوش. تاني حاجه ممكن تغيري السؤال لو صعب وانت وحظك يطلع اسهل او يطلع اصعب، مش عارفين. تالت حاجه ساعتها بقى نشوفها، نقول اغنيه، نقول نكته، نقول اي حاجه. اتفقنا؟ يلا السؤال الأول. بيقولك عندما نشعر بالبرد بنشرب ولا بناكل ولا بنرتعش ولا بنخرج؟ نقعد نترعش. نقعد نترعش، صح مظبوط. لما بنحس بالبرد ان احنا بنترعش، صح؟ صح صح. طيب نخش على السؤال الثاني. يوضع في الإصبع. يوضع في الإصبع. الخاتم ولا الإسورة ولا السلسلة ولا الحلقة؟ الخاتم. خاتم، صح مظبوط.
الخاتم مظبوط بيتحط في الصباع. الاسوره ممكن تتحط هنا صح، السلسله تتحط هنا، الحلق في الود. ده السؤال الثاني، وهنخش على السؤال رقم 3. في حاجه مشهوره قوي بيقولوا عليها كذا فضلوه عن العلم، ايه هي الحاجه اللي فضلوها عن الواحد يبقى متعلم؟ الفلوس ولا الجهل ولا الادب ولا الواسطه؟ الادب. الادب صح. برافو عليكي، الادب فضلوه عن العلم، ان الواحد يبقى مؤدب صح. صح مظبوط. السؤال اللي جاي عايز تفكير شويه، مش قوي يعني، لو خدتي بالك هتجاوبي بسرعه. وده السؤال الرابع اللي لو جاوبتي عليه تكسبي اول بونبونايه اللي هي الموبايل. بيقول لك اين قامت الثوره الفرنسيه؟ في فرنسا ولا في امريكا ولا في الهند ولا في مصر؟ ممكن ماما تساعدك لو تحبي. ماما تساعدني. ماما تساعدك. طيب ماما معانا، والسؤال بيقول اين قامت الثوره الفرنسيه؟ في فرنسا ولا في امريكا ولا في الهند ولا في مصر؟ فرنسا. في فرنسا صح مظبوط. ودلوقتي احنا داخلين على السؤال رقم 5. انتي بتحبي اسماعيل ياسين؟ تحبيه؟ طيب بطل فيلم اسماعيل ياسين في الجيش، بطل فيلم اسماعيل ياسين في الجيش هو فريد شوقي ولا علاء ولي الدين ولا سمير غانم ولا اسماعيل ياسين؟ اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين صح. أظن واضحة صح؟ عدينا بالسؤال الخامس وهنخش على السؤال رقم 6. بيقول لك خروج الطفل من بطن أمه، خروج الطفل من بطن مامته بيسموها عملية العبادة ولا عملية السادة ولا عملية الولادة ولا عملية الزيادة؟ عملية الولادة. عملية الولادة صح. انت كده داخله على السؤال اللي بعديه، وعندك وسيلتين ما تنسيش لسه، يا اما اغير لك السؤال يا اما يحصل موقف هنتفق عليه انا وانت لسه مش عارفين ايه هو. والسؤال رقم 7، عايزك تكملي لي الجمله دي. القانون لا يحمي المفتاحين ولا القانون لا يحمي المغفلين ولا القانون لا يحمي المستعبطين ولا القانون لا يحمي النايمين؟ نايمين. هغير لك السؤال. بس عايز اقول لك قبل ما، يعني السؤال اتغير بس قبل ما اقول لك عليه، انا عايز اقول لك انه دايما يقولوا القانون لا يحمي المغفلين، يعني القانون لا يحمي المغفلين. تمام. السؤال اللي اتغير بيقول من اشهر اغاني ام كلثوم، انا ما اعرفش، تعرفي ام كلثوم؟ عارفه ام كلثوم؟ طيب سمعت لها اغنيه القلب يعشق كل طويل ولا كل قليل ولا كل جميل ولا كل هبيل؟ القلب يعشق كل، يعني خليني ادي المثل عليكي، لو انت بتقولي القلب بيحب كل حاجه، ايه؟ طويله ولا قليله ولا جميله ولا هبله؟ جميله. جميله بالظبط. داخلين على السؤال اللي بعديه، وعندك وسيله لسه ما استخدمتهاش بونبونايه، والسؤال اللي بعديه ده لو عدينا منه يبقى انت كده كسبتي الفيديو جيم، وربنا يسهل. نشوف السؤال بيقول ايه. السؤال رقم 8، بطل القصة اللي بتحكي عن
عالم اخترع وحش بشري واتقلب ضده في الآخر، أبو رجل مسلوخة ولا فامباير ولا فرانكشتاين ولا العو؟ عو نو. فضلك وسيلة واحدة ممكن تساعدك وتعدي من السؤال الثامن. بتغني؟ طب ما تسمعيني. طول عمري بحلم يا غالي. طب سمعيني. طول عمري بحلم يا غالي ان انت حلم الليالي، الناس غيرت حالي وقلب نروح دايما معاك ولا حياتي، طول ما انا وياك لاتي فرح قلبي معاك وعيني لو بعد شايفاك عشقتك ولا من طلع. انا عايز اجاوب لك على السؤال اللي بيقول بطل القصه التي تحكي عن عالم اخترع وحشا بشريا انقلب ضده. السؤال اللي انا قلته هو اجابته رقم 3 فرانكشتاين. السؤال اللي بعديه رقم 9. مين هو اللي كان لابس على وشه قناع في اغنيه ليلى مراد بتاعه قلبي دليلي؟ فاكره الفيلم ده؟ هو ممثل معروف كانت بتغني ليلى مراد انا قلبي دالي، فاكرها الاغنيه دي؟ لا. الممثل ده كان مين؟ كان زورو ولا انور وجدي ولا فريد شوقي ولا اسماعيل ياسين؟ اسماعيل ياسين. مش اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين اعتقد عمره ما لبس قناع. مفيش ولا وسيله مساعده. واضح انها هترسى على الفيديو جيم، ومبروك عليك الفيديو جيم. والممثل اللي كان موجود مع ليلى مراد في اغنيه انا قلبي دليلي كان الممثل انور وجدي. تمام، مبروك الفيديو جيم. انتي هاديه جدا. اتفضلي. ميرسي يا رحمة. وصلنا لنهاية الحلقة ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ومن سيربح البونبون؟